اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى اخر ساعه من برنامج اليوم. يا نبيلة، وفيها سؤال موجه ليك خصيصا، هل بتفضلي القراءه من صفحات كتاب ام مطالعه كتاب الكتروني ربما عبر جهاز لوحي مثل الايباد مثلا؟ بس هم بيقولوا يعني لكل مقام مقال، واللي انا يمكن اقوله انه في يعني في تقنيات غيرت الكثير من عادتنا اليوميه، وكل شيء تغير في الاخر، وبالتالي تغيرت حتى اساليب. مثلا اننا نحب مثلا بالدراسه ندرسه في ايباد ومش في كتاب، فكل شيء تغير يعني. صحيح، هو يمكن الموضوع يعني بيبقى مختلف كمان لما يكون بالنسبه للاطفال عن لما يكون بالنسبه لنا احنا ككبار. احنا تعرفنا على الاجهزه دي يمكن على كبر، ولكن في اطفال بيبدأوا منذ الصغر، يعني بالنسبة لي أنا هتكلم عن نفسي على كبر، في أطفال من وهم عندهم ست شهور، يعني بعد ما طفل بيتولد بفترة بسيطة جدا تلاقيه ابتدى يستخدم الآيباد. أصابع وأنامل الأطفال بتعتاد على الآيباد أكتر من الكتب، يعني بيتعودوا على بدل تقليب الصفحات التقليب من خلال حركة الأصابع. يعني يمكن ده بيفسر أيضا يا نبيلة إشكالية في التعليم باتت اليوم تنحصر في دول في سؤال الآيباد أم الكتاب. ولكن دعينا نطل على سؤال آخر، كيف يمكن التوفيق بين منزل تقني ومدرسة تعتمد على دفتر التحضير؟ نعم يا باسل، ربما يكون هذا يعني السؤال الأهم، ونحن في موسم العودة للمدارس الآن في ظل واقع تلاميذ يتعاملون مع آيباد أكثر من الكتاب ومع الحاسوب أكثر من المعلم. نتابع ونعود للنقاش. على أيامنا عبارة عربية يكثر من ترديدها الأباء والأمهات، وهم محصرون بمعرفة بلا حدود من أبناء مولعون بالتقنية بل متيمون بها. فكيف ستواجه المدارس في موسم جديد جيل المستقبل الإلكتروني؟ بل وربما يكون السؤال أيهما أفضل، سبورة وقرطاس أم آيباد وآيفون؟ إنها تصنع الفرق وتعلمهم على نحو جيد وتفاعلي. قد تكون هذه الأدوات التقنية أكثر جذباً وتشويقاً من فصل تقليدي لا يحتوي إلا على سبورة سوداء وطلقين، ولكن دراسات حديثة أشارت إلى تأثيرات ربما تكون سالبة جراء إدمان التلاميذ الاعتماد على لوحات شخصية إلكترونية، من أبرزها الحد من قدراتهم في القراءة والتحصيل. هي تقنيات حديثة، وطبعاً نسعى لمعرفة تأثيراتها على مجمل العملية التعليمية، ولكن يمكن القول أنها أسهمت في تذليل صعوبات تعلم الحساب والمطالعة. ولكن على النقيض من تجارب متقدمة في تشجيع ودعم إقبال التلاميذ على العلوم التقنية عبر أحدث الوسائط، تعاني مدارس دول المنطقة من نقص حاد في كل شيء، وهي مشكلة تتكرر في كل عام. فالعائدون إلى مدارسهم هؤلاء محملين بحقائب ثقيلة، ربما يدركون أكثر من غيرهم أن المثل العربي الذي يقول أن دوام الحال على ما هو عليه محال، غير قابل للتطبيق على حالتهم في زمن تطبيقات الآيباد. مشاهدينا، وحول هذا الموضوع تنضم إلينا هنا في الاستوديو وفاء دويكات، وهي معلمة في مدرسة الشارقة. أهلا بك معنا وفاء. ومعنا أيضا أمير، وهو يعني تلميذ في نفس المدرسة. أهلا بك أمير، نورنا. نبدأ لو سمحتي لي أستاذة وفاء، نبدأ مع أمير. مع أمير الأطفال أولا. أمير، أنت يعني شنو بتفضل؟ تفضل القراءة على الكتاب ولا القراءة على الآيباد؟ على الكتاب. على الكتاب، لماذا؟ لأن الآيباد يضر العيون. والكتاب شو فيه أحسن؟ الكتاب أحسن، لا يضر العيون فقط، يعني هذا الحاجة الوحيدة اللي تعجبك في الكتاب، عينيك بتحافظ عليهم. أوكي، جيد. إجابة مغيرة للتوقعات. الحقيقة احنا توقعنا الآيباد أكيد هيكون في الصدارة، محتاجين طبيب أعتقد معنا عشان يشوف نقطة العيون. سيدة وفاء، خليني أسألك، يعني برأيك أيهما أفضل بالفعل لتطوير قدرات ربما الطفل الذهنية والاستيعابية حتى نمط التعليم التقليدي، أم استخدام هذه الوسائط الحديثة التي نتحدث عنها الآن؟ بالتأكيد أن الوسائط الحديثة بتلعب دور إيجابي للطالب، يعني بتنمي قدراته، ذاكرته، بتوسع آفاقه للمعرفة كمان، وبتسري بلغته، يعني المعرفة عنده بتزيد كمعلم وتجربة، يعني مؤيدة للتعليم الحديث طبعا. والماس ميديا والإشياء طبعا بتنمي قدرة الطالب وذكائه، بس إذا عرف إنه يستخدمها. طبعا هي سلاح ذو حدين، لازم يستخدمها بالطريقة المناسبة. وما هي مزايا يعني هذه الطرق الحديثة في نظرك سيدة وفاء؟ المزايا اللي يعني ماذا تمثل كمزايا أحسن من الطرق القديمة؟ كمزايا مثل ما فضلت حكيت لك، إنه
بتوسع، بتخلي الطالب يفكر، بما انه الطالب الطفل مثلا امير والطلاب اللي بدرسهم بالمدرسه لسه يعني تفكيرهم عم بتشكل بهاي الفتره، ذاكرتهم يعني عم تنمو يوم بعد يوم. فانا بفتكر انه يعني بتاثر كثير ايجابيا اذا عرفوا يستخدموها بشكل ايجابي. وفي نظرك يعني تقدر تكون حل لبعض المشكلات التي نعانيها في يعني في التي تواجه التعليم خاصه في منطقتنا العربيه؟ طبعا باي حل؟ يعني شيء معين ما فيني احكي لك، بس انه بشكل عام انه بقول لك. طيب خلينا نسال، نرجع لامير، مش عايزين ننسى امير. امير، لما بتيجي تعمل عمليات حسابيه، خلاص انت اكيد بتدرس حساب مضبوط؟ طيب لما بتيجي تعمل عمليات حسابيه بتعتمد على قدرتك، على دماغك، على ذهنك، ولا على حاسوب، على كمبيوتر؟ قدراتي. يعني انت فعلا مش محتاج جهاز حاسوب. طيب نختبر ولا نختبر؟ ما شاء الله، احنا ممكن احنا نخسر الاختبار على فكره. وارد جدا. امير، عندك اخوه؟ انت الوحيد؟ واصحابك يعني يشاطروك نفس الراي في الحاسوب وفي الكتب وفي الايباد وكل هذا؟ لا، هن احيانا بيوافقوا على الكمبيوتر واحيانا بيوافقوا على ذهنهم. وليه؟ عمرهم ما قالوا لك يعني لماذا بيوافقوا يحبوا يفضلوا اكثر الكمبيوتر؟ لا. وانت ما سالتهم؟ لا. يعني انت مركز في امورك ان الورق احسن والذهن احسن؟ طبعا. جيد يا امير، تبارك الله عليك. طيب سيده وفاء، يعني بالرغم من ربما يعني كل هذه المزايا التي نتحدث عنها والافاق الواعده للتعلم عبر هذه الوسائط الحديثه، ولكن يبدو ان هناك بعض الناس لا يبدون نفس القدر من الحماس. برايك هل هناك بالفعل مخاوف مبرره لعدم الاتجاه لهذه الوسائط الحديثه والاعتماد على الطرق التقليديه، على الكتاب التقليدي العادي؟ طبعا يعني في مخاوف. ما هي؟ سلبية. لازم الرقابة الأهلية على الأطفال. يعني واجبة على من الأهل للأطفال إنه يعرفوا إيش أولادهم بيفتحوا على هاي الهواتف الذكية، على الآيباد، على الماس ميديا كلها. فلازم يكون في رقابة دائمة مستمرة لهدول الأطفال. ومخاوف تانية مثل ما حكى إنه يمكن تقضي عيونه، يمكن يروح لاشياء، يتوسع بافاقه بفكره لاشياء، يصير يقلد هذه الاشياء اللي عم بشوفها بهذا الايفون فور اكزامبل. يعني هيك شيء. يعني ما بتلاحظوا في المدرسه مثلا سيده وفاء ان خط الاطفال، يعني كتابه، كل شيء يتعلق بالاشياء يعني اليدويه والخط والورق، يعني في ظل بيضمحل، يعني في ظل الايباد وفي ظل هذا الشيء اللي عايشينه، هل ينقص؟ طبعا. وباي طريقه يعني بتلاحظوا الفرق؟ بنلاحظ. كيف؟ لانه كثير هم متعلقين بهذا السن بهذا الشيء، يعني هذا عنده ايباد وايفون وهذا عنده بلاك بيري، وكثير بشكل كبير اقبال الطلاب على هذا الشيء طبعا بتاثر. وانا لاحظت هالشيء وسمعت كثير هالشيء ماسكين هذا بايديهم وانه خطهم يعني تاتش، بس خطهم يعني بصير يعني شوي اسوء. كنا دائما يعني نشيد بمن ربما يريدون استخدام لوحات الكتابة يعني بدلا من الكتابة بالقلم، يعني ولكن يبدو أن أنه يؤثر سلبا على الكتابة، وهي يعني في النهاية طبعا هاي من ناحية فينا نقولها القلم هي مهارة مهمة جدا طبعا، يعني مهارة اليد مهمة. طيب هل يؤثر ربما على تشتيت ذهني؟ هل يعني يحدث تشتيت ذهني للأطفال؟ هل يصبحون أكثر حركة مثلا؟ بالطبع. يعني هل لاحظتي هذا من خلال؟ لاحظت كمان سواء من طلابي او من خارج المدرسه نفسها، انه بصير تفكيرهم يعني انتباههم مشدود دائما وشارد، والله انا بدي العب، بدي اتحرك، بدي هيك، يعني بكون دائما بتحرك. لانه حتى في يعني في الايباد ما يمكن لك تشوفي بالضبط هم ايش يعملوا، يعني مثلا يقدر يكون في نفس الوقت بيفكر في الالعاب لانها سهله وبسيطه ويعني اقرب له للايباد. واقرب اكزامبل هلا ونحن بالسياره جايين، هو كان ماسك الايفون بتاعه وعم بيلعب وبيحكي معي وبيلعب هيك وبيتحرك كثير، رايح يمين وشمال، يعني ما عارف يتحرك، بقول له اسكت اقعد شوي، ما انه قادر، فلدرجه كبيره انه مأثر عليه. طيب. يعني امير انت بتلعب فقط بكل الحاجات، ولا يعني بتخليها للعب فقط، ولا بتستفد منها كذلك؟ لا، احيانا لما بدي اتصل تليفون احكي مع الناس، احكي مثلا اذا ضعت على التليفون. اوكي.
يعني استعمال جيد. بس أمير نعمل أطفال طيب. لأنه هو بيعرف يستخدمه بطريقة إيجابية. طيب. جيد. بس نحن عرفنا إيجابيين. أن أمير بيحقق التوازن ما بين اللعب الجيمز وبين الدراسة. متفوق ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يوفقك أمير. شكرا لك على وجودك معنا، وطبعا نشكرك ايضا وفاء دويكات معلمه في مدرسه الشارقه، شكرا لوجودكما معنا في برنامج اليوم.